بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، مرحبا بقناة الفجر المغربية، مرحبا بالسي عمر الشباخ، مرحبا بالأخت كريمة. على السؤال ديالكم فيما يخص الرجوع ديالي لنادي القنيطري، كتعرف بلي أن النادي القنيطري أنه في القلب. الحاجة ملي كتكون في القلب لأن لا بد أنك تتكون واخا بعيد، تتكون بعيد كتكون دائما أنك تحاول أنك تشوفها في كتشوفها انها تكون في احسن الاحوال. على كل، انا ملي اتصل بيا الاخ علي الرماش جزاه الله خيرا، اتصل بالضبط باش نكونوا عمليين لو 11 جونفي 2021. يمكن هذاك النهار هو ديال وثيقه تقديم طلب الاستقلال. فعلا في السنه ولا شي ساعه ونص هضرنا شويه على جوانب ديال نادي القنيطري. مشكور قال لنا هو من الاوائل اللي اتصلت بك باش نتعرف عليك. المهم ذكرنا شويه، بان لي الرجل طموح، رجل عنده افكار، رجل رياضي، عارف بحكم يمكن علاقته في الرباط مع الاخوان المدربين المسيرين ولا المحيط ديالو، عارف على بال، عارف ما معنى التسيير. المهم افكاره تلاقات مع الافكار ديالي، وبالاخص الافكار اللي كنت انا كنتمنى واحد الوقت تكون في نادي القنيطري، وخاصه الهويه ليدونتيتي اللي عند الكاك. لان الكاك خصها الهويه ديالها، بلا ما رجعوا للجيل ديال السبعينات وديال الثمانينات. الاخوه راه معروفين، بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، راه كلشي معروف حقيقه. نفس الافكار اللي كانوا عندي امس بيهم. قلت له انا غادي نساعدك، قال لي تساعد معايا، قلت له غادي نساعدك والسلام عليكم. انتهى الكلام. ديك الساعه كان عاد مشروع رئيس، ما كانش رئيس. المهم دخل، داز الانتخابات، داز رئيس، ندوه صحفيه اللي دار، زاد تبينت لي بزاف الحوايج. ندوه صحفيه، عرفت السيد المتمكن، سيد عارف ما معنى تسير في كره القدم، وعارف شويه على المحيط، عارف المحيط، ولكن كان خصو شويه الوقت باش يعرف الناس. لان واخا تقول هذاك راه مزيان ولا هذاك ما مزيانش، ولكن هو بالمعامله اللي كيما قال لي انا غادي ندير واحد خريطه الطريق. اللي تبعني في خريطه الطريق مرحبا به، ما خصي حتى واحد. واللي ما تبعنيش في خريطه الطريق اللي غادي نرسمها بطبيعه الحال غادي ينزل من التران، غادي ينزل من التران. المهم صافي، من بعد طلب مني انني ندير انا الشراكه. قلت ما عنديش مشكل ندير معك شراكه. صافي قررت ندير مع شراكه، واتصلت مشكور بزاف، تمنيت يكون البارح اخر باب بن الحوت. صراحه هاتفتو لقيتو في مراكش، قلت له قال لي على الراس والعين، ما زادش مع، قال لي على الراس والعين. عطيت لي الهاتف ديال العالي الرماش، اتصل به، تفاهموا الاخر مشكور سير هذا، ولكن ما عرفتش علاش ما جاش. لينا رضا كنعرفو انسان خفي، ما كيبغيش هو الواجهه، ما كيبغيش هادي ساعد الافارقه ديالو كثيرا. انا رضا يمكن تعرفت عليه في 2010 ولا 2009، كنت في وجده، تعرفت عليه في وجده، كنت ولقيت السيد طموح والسيد ناجح في الاعمال ديالو وغادي يفيد الكاك. ونتمنى ان رضا بن حود واخرون يدخلوا المكتب، رضا، علي سهيل، ولا ادريس، يونس الهاروشي، راه كاين اخوان، كاين عرفت الانسان يكبر بهم، وراه كاين ناس باقيين يعطيو الكاك. انا بالنسبه لي التسيير انتهى. علاش انتهى؟ لان كل واحد عنده التقاعد ديالو، 65 سنه الله يجعل شي بركه. والاخوان نتمنوا نديروا يد في يد، لان كنعرفهم، ويمشوا بالسفينه ديال النادي القنيطري لبر الامان. غير هو نتمنى ان هاد السنة أن نكون متفائلين كثار قبل ما يمكن في الدورات الثلاثة ولا الأربعة الأولى. إلا كان عندنا ثلاثة نقاط، بارك الله، ثلاثة دورات الأخرى عندنا 10 نقاط، عندنا 5 نقاط ما بين الأولى والنادي القنيطري. وعلى ما يقال ربما غادي يكونوا جوج طلعوا وجوج غيلعبوا البراج. دوك الحظوظ ديال النادي القنيطري قائمة، خصنا نخدموا دابا دفرة، ما نساوش الشباك، ما ننساوش كما كنقولوا حنا الخدمه ديال تحت، التعطير التعطير، ولكن
اون باراليل نخدموا على ليكيب بريمير، ربما يجي ربي يتيسير هذه السنه، علاش لا؟ يسير قبل التحدي، واللي شفت في الرئيس انه رجل تحدي، رجل تحدي كيبغي التحدي. نتمنوا اننا في الاخر في الاخر ديال الموسم نفرحوا فرحتين، نفرحوا في السيلكتيف ديال الكلوب انه ولا كلوب نادي بمعنى الكلمه، ماشي بمعنى الكلمه، على الاقل يشق الطريق ديالو ها حول النادي الكبرى، لان الكاك كبيره، واخا الكاك راه كبيره كبيره كبيره. الا جيتي تشوف الترتيب ديالها تلقاها الرابعه وطنيين بالالقاب ها، ولعب في كاس افريقيا ها. الكاك راه ماشي عاد دابا، الكاك خص الانسان يشوف الكاك راه كبيره 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 كبيره، ماشي انها كتخبط في هذه المشاكل وكيشوفها انسان صغير، راه كبيره وغادي تكون ترجع ان شاء الله كبيره. نصيحه انهم يهتموا بالشباب والمؤطرين، تبارك الله راه ولا عندنا مؤطرين كبار، زمان الجعوان تبارك الله في المصال، بيكري، صابر بن خوجة، جمال، الاخوان، بعض الاخوان اللي كنعرفهم دابا الاسم ديالهم ما تعرفوش، راه كاين دابا اطر في قنيطره اللي عندهم دبلومات محترمه ويقدروا يخدموا في النادي ديالهم، يخدموا ب 70% اللي لقاو نادي اخر يخدم ب 70% اقل من ذاك النادي اللي كيحبوا، كنعرفهم كلهم كيحبوا النادي القنيطري. المهم الصراعات نخليوها ونتصالحوا، ندير واحد الصلح باش نجيو النادي القنيطري، عفا الله ما سلف كما تنقولوا حنا ولاد اليوم. وهذه المناسبه ما نساوش الاخ حكيم دوبا، الاخ حكيم دوبا عطى كثير للكاك، انا تنعقل وكنت غير منخرط، وعرف حكيم دوبا في الوقت ديال الصعود ما عرف 2006 و 2007 والطموح ديالو وكيفاش الفرقه كان كنا كنمشيو للملعب والله ما كان يكون 120 واحد يتفرجوا ها، وساهم وطلع فهمتي، دار التحدي وكبر فرقته. نقول لك راه يمكن هو اللي خلق حل لابوس، من المؤسسين ديال حل لابوس، كيف كيساعدهم اللي كاشكول اقميصار تيشوف كانت عنده واحد النظره، كان عنده واحد النظره بعيده، سهل المسائل ديالو. وحكيم بالمرة ما كاينش كون في مسائل تقنيه، مسائل تقنيه راه حكيم بالمرة كيفرق مع 6 الصباح، وعتلقاه في شي درب ولا في شي كيلو ولا شي لعاب وغادي تيدير فهمتيني، تيقلب عليه وتيخليه من القاضي للجينيور كيتبعها، كيما كان شي واحد تيتبعها ليكيب سينيور كيخليها كيعطي الملاحظات عليها، ولكن تدي من الهم ديالو هو القاضي والجينيور. انا نعقل واحد الحاله وقعت لينا ملي جبنا عبد الله مولى بالرابح، عندنا مربح العام الاول عام الثاني شويه الامور ديالو بدات كدير، وديك الساعه تقلق معاه حكيم، تقلق مع عبد المولى بالربح، جا قالها ليا، قلت لها الحكيم قلت له مالك مع اللعيب، قال لي شوف الحاج عبد المولى بالربح خصو يتعطر بمعنى الكلمه، وراه شايف الساط جاي واحد غادي لي البلاصه هكا بعد كده، قال لي العروي راه جاي راه غادي لي البلاصه ديالو ها، يعني ضبط معايا فتبارك الله، ما ينضبش معايا ما نعقلش عليه. بهذا باش تعرف الانسان بعد الرؤيه اللي عنده كل شيء، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى انه تو ينخرط مشروع النادي القنيطري. لماذا علاش؟ ما هو رئيس عصبه عنده ما يقول، عنده ما يفيد في النادي القنيطري. اذا كانوا اخطاء باش كنتعلموا حنا، راه اخطانا، شكون اللي ما اخطاش في حياته؟ شكون هذا اللي ما اخطاش في حياته؟ ها؟ ولكن ربما حكيم تظلم، انا نقول لك دابا بعد الاخر تظلم، لان ملي بعد جاو رؤساء من بعد وجاو الاخر، بقيت كنحلل وتنشوف لقيت فرق كبير، على الاقل كان حكيم في واحد الميزه كبيره انه انسان مسامح، قراب تغوت وياه الاخر، ولكن يعني لقيت ويجي عندك يقول لك اخويا كبير اسمح لي انا غلط ها، انت كان فيها هذا هو كياخذ البادره. دونك نتمنى عاود هذا نخلي من دابا مع هذا الرئيس، نتمناو انه يمشي بالامان، ولكن خصو ينفتح على الانسان اللي يكتب وينفتح للمجتمع المدني، راه المجتمع المدني باغي يتحاور معاه، ما حتى شي حاجه غير يجلسوا معاه فهمتي، والمثيرين ديالهم واحد اربعه ولا خمسه ولا سته الناس ديال التنسيقيه اللي كاين، ويجلس معاهم ويتحاور معاهم ويعطيهم الرؤيه ديالو ويعطيهم الراشي، وانا نعرف الله تبارك وليه، علاش؟ هم من الوحيد ان النادي القنيطري يمشي في الطريق الصحيح. فهمتي عياو بهذا العام غدا هذا الرئيس غدا هما بغاو رئيس يقدر يطول 12 سنه المشروع ديالو، حنا خدامين في شي واحد من الدار البيضاء ولا اخر،
احنا كنناقشوا، وعنده هو ولكن دي سبونسور وازنين، دي سبونسور ان شاء الله يكون خير، ولا تفوت سي ولا في النادي الوطني تاثرت على الامور، ونتمنى نطلع ولا طلعنا حيت ديدو صعيب. بريمير ديفيزيون تخدم تلعب بالشبان فاسيل، تلعب بالشبان 22 23 تلعب بهم في وسط 4 5 يدخلوا في وسط، مي دوزيام ديفيزيون صعيب. دوزيام ديفيزيون بالشبان ساليس، خص يكون عندك لاعب خاطر وعنده تجربه، انك تطيح بعض المواقف اللاعب الا كان خاطر واحد عنده 22 عام، دوزيام ديفيزيون كيطلع واحد عنده 33 34، واخا فيزيك مرة اخر ناقص عليه، ولكن التجربه والخبره كيما نقولوا حنا الخطاره ديال الكره راه كيتوفق عليه. ونتمنى التوفيق للنادي القنيطري، ونتمنى لهم التوفيق. التحكم عانيت منه بزاف، ذكرها 3 سنين 4 سنين نهار اللي كنت نتقدم للرئاسة، وهدرت على التحكم وسخون بهذه اللحظة بمعنى الكلمة، فهمتيني؟ وليت خط أحمر، علاش خط أحمر؟ علاش تقول لي خط أحمر؟ قال لك خدمتي مع حكيم، أنا حكيم كان صاد، أنا خدمت مع حكيم 3 شهور الوقت اللي غادي يمشي معاه، ما عمرو قبلت أنني ندخل المكتب، كنت منخرط، كنت محب للفرق، كنعاون، ولكن ما عمرو كنت معاه في المكتب، ما عمرو كنت معاه، كنت أنا في المكتب، حتى الآخر في ديك 3 شهور فعلا، وأنا ناقشت أنا وياه كما وقع، ما بغيتش نفكر هذيك الحالة، أنا كتألمني صراحة، كتألمني، فهم؟ كتألمني بمعنى الكلمة. بعد ملي جينا، ملي جا شيبر ما كنتش مع شيبر، أنا أسبوعين السنة الأولى ديال ما كنتش، السنة الثانية هو اللي عيط لي، 6 شهور الأخرانية، الحاج قال لي ودي تجي تعاون معايا، تعاود معاه 6 شهور، من بعد مشى، وهنا ذكرتيني بأن أسبوعين، أقسم لك يمينا كنا عنده في البيت ديالو في رمضان، وعيط لينا، كان مكتب عبدو ربي أستاذ الشهاب سهل، كتار الإخوان اللي كنا معاه، فطرنا عنده في الدار وكل شيء، نسنا هو يقول لك أودي أنا راضي نمشي بحالي. قلت لك صافي سي هكا، قال لي انا في الدار ديالك والله يا ربي تسعم، لو وقفت اللي حسيت بالزلزال غادي يوقع في النادي القنيطري، ان هذاك الرجل كان عنده مشاريع وعنده افكار، فهمتي، كان عنده افكار، كان خدام على واحد 5 ولا 6 ديال الهكتار باش يدير صوت فورماسيون، كانت الوليه وعدتو به باش اسواق السلام في هذا المشروع، كان عرف فن كرة القدم، الاخلاق ديالو، التسيير ديالو، كيعطي اللجان الا كان المشكل ما بين اللجان ولا بين الاصدقاء كتجلس معاه تيحلو، فهمتي، ماشي ذاك الانسان المتسلط ولا شي حاجه اللي كاين. هذا السيد كنت كنتمنى انه يكون راس النادي القنيطري، ولكن دائما كيرفض لظروف ما يعرفها الاخر، واعتز بانني خدمت مع انا اسبوعين. من بعد سي محمد الحلول، هنا اللي بغيتي تقول كيف غادي ديفياز نحرف شويه، ماشي على السي محمد، السي محمد الحلول راجل طيب قلب كبير الاخر، ولكن هو كان في مراكش والتحكم، ولكن هو تمشي غير تيسيني تيوقع، جبنا هذا اللاعب 70 وجينا انا رفضت سوا ديزون في اللجنه التقنيه، ولكن انا ما نقدرش نجيب انا باي بريتي 70 مليون، ما نقدرش انا نجيب الزكرومي، ما نقدرش نجيب انا المسكيني، ما نقدرش نجيب افضل كارير، جبنا 17 لاعب كلفة الخزينة ديال النادي أموال، وأنا كان عندي سوء تفاهم مع المدرب، علاش؟ المدرب أنا الأول اللي آمنت به نهار اللي تلاقيت المدرب اللي كاين دابا، أنا اللي هدرت معاه أول مرة، وهو قال لك أودي راه كنت في الفاتح وكنت في تطوان وكنت مع الشبان وكنت في القادسية وعبد الرحمن السليماني راه شوف خدمت معاه كنت منقب، قلت أودي هذا هو البروفيل، هو البروفيل هو العكس اللي حصل، انه هو من حقه يدير سنين، من حقه، ولكن النادي هذا خصو تكون رابح، انت دير سنين والنادي ما يخسرش معك، انا كانت الافكار ديالي ان ننتدبو 5 6 لعيبه اخر ونخدمو بالشبان، وهذا الكلام ديالي راه كان ادجوان ديالو السي بكري، راه شاهد على هذا الشيء اللي كاين، هذا هو اللي كانت الامنيه ديالي، اننا وما خدا وقال لي لا دوزو شي هضره، قال كيلعبوا كاس العرب، من كاس العرب قلت له كاس العرب راه كتلعب غير الفاسيد 3 رواد ليكوب، عندك 3 رواد ليكوب دابا راه في القسم الوطني الثاني،
احنا ما عندناش الامكانيه في هذا البوكس، احنا الامكانيه ديالنا هو نخدموا مع الشباب، هو نخدموا لتحت، ها؟ فهمتي؟ ونعطيو ليدونتيتي ونعطيو الهويه للفريق، فهمتي؟ هذا هو المهم. قساوني، نعطيك مثال. بعد نجيبوا بعد كيف بيجيبوا فكرتي ممكن نجيبوا مدرب، انا رئيس اللجنه التحكيميه. ولكن في اختيارات المدرب كيقول لك نديروا التصويت. هما متواصلين مع المدرب اللي بغاوهم. انا كان نخدم على جوج ثلاثه ديال المدربين باش نحطوهم. كيجيبوا لي هذاك السيد هو معاه ملي كندوزو للتصويت كيربحوني هما سبعه ولا ثمانيه كيصوتوا ذاك المدرب اللي بغاوه هما اللي فضاو معاه والمدرب اللي بغينا حنا ولا بغينا انه البروفيل ديالو يصلح الكاك كنصوتوا جوج ثلاثه الناس وسبعه ثمانيه الناس كيقول لك هذه هي الديمقراطيه ما غادي ندير وكيفاش انت رئيس لجنه تقنيه تختار المدرب ولكن التصويت خصو يكتب هما كيقول لك المكتب خصو يصوت فهمتي هما اكبر منا هما اكثر منا سبعه ولا ثمانيه درك مو فاهمين جاي من القهوه مقادي ها غتصوت على فلان ولكن ربحوا ديمقراطيه اش غتقول درك فين فين الكلام انا فين بالضروري عندي فين غادي نتكلم غادي غير فين الكلام فهمتي والامور شات هكا وفي التالي هي الضربات المسائل اللي كاين شا وادو نعاود ثاني ما سخرش الله ما نقدرش نوقف المحطه كيفاش جاو حيدوا وادو سيروا عنده هو يشرح لكم علاش حيدوه هذاك الشيء موضوع ما كيهمنيش انا لانه هو اللي عارفو مزيان جا السي بالعيد كالروم جاب حبو الغيره ديال الكاك وكل شيء مشى ما توفقش هاي ونط محكمه ما حكمت لان الرئيس ما بقيتش عاقل على الحكم ولكن ان تعاد الجمع العام ديال الاخر جاو دخلت على الرئاسه مع شوف الرئاسة حرشوا علي عباد الله وليو باش ينتقدوا باش ينتقدوا بركوا عليا الرئاسة والغريب الأمور خارج الدافعين هما بتاع جلسوا ولكن اللي نادوا دوك ديال دوك الناس اللي سناو راسهم بحال على بوز سناو راه فهمتي ملي نادوا ملي نتهضروا حتى هو خارج ما هضر وهل واحد واخا انه قال لي ان غادي يدخلوا خمسة بحال على بوز قالوا لي أربعة تلاميذ جامعيين أستاذ جامعي قلت الحمد لله الحوار غادي يكون راقي ولكن ما تلقاهم انهم هما اللي سيروا باش ترجع تي راهم اللي سيروا بالمعيور بالسبان داكشي اللي بغا بلا سير اخويا لا قسم بالك انا بقيت نبني الكارت هذا من بعيد ها وزيد تخبطت الامور تخبطت الامور اش كان السي نور الدين الحلوي اللي جاب واحد الظرفيه ما يعمرو كان غادي يكون رئيس شاف هذيك الظرفيه مسكين دار اللي قد عليه اللي قد عليه راه دار ها واللي ما قدش عليها لله الله محمد صلى الله عليه وسلم راه ما قدش عليها دونك معيا هي ما لان الكاك كتعين كاك الا ما كانش الا ما كانش مسيرين كانوا ناس عندهم افكار راه ماشي غير فلوس كاينين ناس ولكن خص هذاك الانسان يفتح الباب لا كومونيكاسيون وتقلب على اللي كاين تقريبا هذا هو المسيره ديالي في نادي الكره اعتزلت سيري من شوف الله يسامح شوف كل مساح كل كيما بغيت انا نقول في القضيه قبل ما نقول ان الله يسامح كنطلب الحاكم دابا يسمح لينا خصنا نكون هذه راه حلقه فهمتيني كيما هو تواصل معايا وعيط ليا وبارك ليا ومسامح انا ما عنديش معاه مشكل دائما كيقول لي خويا الكبير وبوك الله يسامح هذوك الناس اللي جاهلين ما عارفينش الحقيقه وكيجيو بعض الناس كاين اللي فرصك كاين واحد اللي سبع سنين في المكتب سبع سنين ما عندوش اضافه نهائيا ما عندوش نهائيا اشني هو عنده واحد ثلاثه ولا صحابه فهمتيني السوا دي زون بحال لابوس كيمشي يعاود لهم الخبر هذا دا هذا خط احمر هذا دا فهمتي هو هذاك هذاك بعدا كيعيط لي مئة مرات كيدخل في الشوط هذا يدخل في الشوط هو كيعيط لي الحاجه راه بغاش يدخلونا كنمشي باش ندخل المغطي ها واش كيعرف هو كيعرف غير الوسيطه اللي كتجمع الوسيطه ديال الملعب تلقى هو الاول هو اللي قال سنا ها هذا عطاه 1000 درهم هذا سنا فيه 500 درهم هذا شنو لا باسيس شنو هذا الشيء شنو هذا الشيء انا نسالي فيهم راسو يمشيو يجيو رجال رجال يجيو نادي الفصيل قلت راه عندها رجال ديالها الا رجعت ما عرفتش التاريخ انا ما نعرفش في الدوري تاع عمر ولكن عندي شي شويه على التاريخ الا جينا من رؤساء القدام وذكر الاسميه ديالهم ربما نذكر بعض الناس فهمتي انت ذكرني بالاسم الرئيس
الاول اللي كان مكينسي، من مكينسي وشي فهمتي، جات سي محمد الدروك تبارك الله شكون كيخرب الفرقه، ها شكون يوصل للعتبه ديال الفرقه، ها شكون يوصل، ها وانا خصي نرجعوا دوك الرجال وجا ديك الكاريزما. كاين عائلات، عائله البوصيري عاد كاين عائله كثار فهمتي اللي كانوا هنا في الطريطه وكيحبوا كيعاودوا كيصغروا لي الاخوان اللي ما اللي ما اللي ما تكونش اسميهم هذه. وحاجه الثانيه اللي كنت امنها هو التكريم، ثقافه الاعتراف خصنا نعترف. علاش جاوني هذوك الناس الحاج بوجمعه والحاج محمد كارا، انسان مؤمن بالله، ناس ما تسمعش الهضره ديالهم، ما تسمعش تاريخهم كيهضر عليهم، التاريخ ديالهم كيهضر عليهم، ها انتم هنا في قنيطره ما تعرفوهمش، في المغرب كله كيهضر عليهم، فين ما مشيتي يجيب لك بوجمعه ويجيب لك كارا، عاد يجيو الجيل ديال الثمانينات، يجيو الاخوان اللي بوساتي وحمامه وجمال والاخوان كامل اللي الاخر. علاش ما تشوفش هذا الثقافه ديال الاطفال؟ ما يستاهلش هو تكلم عادي في مستوى كبير اللي يقنعك في حياته، ها ولا حتى الانسان تيمشي عادي يقول لك لا 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 دابا 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 قبل ما نغدى دابا تكلم في المستوى الكبير، في المستوى الكبير اللي يجي بهاد الناس. فهذه بدايه، ومن بعد نزول تكون عندنا كل عام كل عام اننا نقربوا شي واحد من الاخوان فهمتيني، وتكون عندنا عاود كاين هنا كنعات جمعيه قدماء اللاعبين، لان واخا هكذا ما مجموعينش، ما كان هما تا هما مجموعين تا هما كيشوفوا كاين شي حالات كتبقى عند العالم ما نعرفوهمش حنايا كثار، عرفنا بعض اتصلوا لنا بعض الاخوان وقمنا بالواجب، ولكن كاين بعض ما كاينش تتبع فهمتي هاد الخلية ديال الا واحد ما نساش واحد اللي كيتبع مزيان كيتبع ونشكرو بزاف اللي تيتبع هو عبد الرحمن حرش، عبد الرحمن الحرش هاد الحوايج ما دوزوش، ها مسكين تيضارب على رقد الظهر، كيضارب ملي كيشوف شي لعابه قدام ولا شي حاجه ولا شي حاجه، انه كيحاول انه يجمع ويدير شي حاجه. من بعد راه كاين لعابه اللي كاينين وحنا ما كنفكروش فيها. البارح سنينا شراكة مع الكاك اللي غادي تكون ان شاء الله مدى الحياة. انا من عهد الحلوي محمد الحلوي وانا في الخيرات، علاش لا ما ندخلوش المكتب هذا العام ان شاء الله. وكما كنشوف الوالد عطى بزاف د الحوايج للكاك، عطاهم بزاف د الحوايج، وبغيت انا نكمل في هذه المسيرة هذه ونعطيهم، سواء بقى هو سواء ما بقاش غادي نبقى معاهم انايا وغادي نكمل معاهم. كانوا كيأثروا فيا شحال هذه ماشي حتى لدابا، حيت مش حال هادو كنسمع الهضره لا في القهاوي لا في الفيسبوك لا في اللايفات، عادي هادشي جدا عندهم مش لاش ياثر. انا عارف راسي شنو، ما عارف راسي شنو كاين، ما عنديش لاش ياثر. مستعد ومستعد، علاش لا؟ الكاك راه كنبغيها بزاف وفرقه كبيره، وما تبغيش ليها هادشي اللي هي فيه دابا، هادشي علاش. وندير داكشي اللي دار با نزيد ندير ما احسن منه اكثر كاع، علاش لا؟ نسي على الرماش غادي الا خلاو بيان سور يخدم، غيكون غادي مزيان الخلاف بيان سور يخدم، ونتمنوا ليه التوفيق.